بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه نصيحة هامة جدا جدا، ولها علاقة في مستقبلك الأخروي ومقامك ووقوفك أمام الله سبحانه وتعالى يوم الحساب. كما تعلمون أن التكنولوجيا الآن وصلت إلى مراحل متقدمة، وصارت المعلومة تنتقل بثانية واحدة إلى العالم أجمع. لذلك كانت هذه التلفونات وهذه الرسائل المتطورة الآن، كما أن فيها الفساد العظيم، إلا أنه فيها كذلك الخير الكثير والمديد والفرصة التجارية العظيمة التي لا يدركها إلا الموفق ذو الحظ العظيم الذي يستغل هذه التكنولوجيا للأعمال الخيرية في هذا الزمن. هذا الإنسان ذكي وتاجر وموفق وحكيم. ممكن رسالة واحدة ترسلها إلى الناس عن طريق الواتساب مثلا أو الفيسبوك، ويضع الله تعالى لها القبول بين الناس وتنتشر انتشارا كبيرا. ممكن هذه الرسالة ترفعك في أعلى عليين، وتحصد وتجني من الحسنات الخير العظيم المديد الذي لا يخطر لك على بال. وهذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عليه يرقى بها إلى أعلى عليين، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، وفي رواية في أسفل سافلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذلك نصيحتي لكم: اقتنصوا الفرص. نحن في زمن السرعة، إذا أتتك أي رسالة في تلفونك فيها الخير والموعظة والذكر، أو فيها أي شيء يرشد الناس إلى الخير، أخلص النية وانشر لوجه الله. وفي المقابل، إذا أتتك رسالة فيها شر أو فتنة أعوذ بالله، أو غيبة أو نميمة أو كشف ستر، انتبه واحذر، انتبه واحذر. ألف مرة أقول لك انتبه واحذر، لأنك إذا أرسلتها لصديقك من أجل أن يفرح أو يسعد برسالتك هذه، وصديقك أرسلها إلى مجاميع، أي شخص تصل هذه الرسالة في ميزان سيئاتك. تخيل، تخيل دارت هذه الرسالة على الوطن العربي أو العالم الإسلامي، مئات الملايين كلهم في ميزان سيئاتك أنت. لماذا تغامر يا أخي؟ لماذا تضحي بنفسك ومستقبلك؟ لماذا تستجلب سخط الله عليك؟ انتبه، والله نحن لا حمل لنا لهذا. الواحد في هذا الزمن يريد السلامة، يريد العافية. نحن في تقصير في حق الله، لنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر. اجعلها قاعدة في حياتك، ولا تجامل أي أحد من أصدقائك في سخط الله. انتبه، لا تبعثها لصديقك مهما كانت هذه مضحكة أو يعني جذابة، لا تبعث. قال عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا أتاك ملك الموت وأتت لحظة الموت، والله لن ينفعك صديقك هذا. الجروبات في الواتساب أو الجروبات المجاميع هذه التي أرسلت لها لن تنفعك، ستذهب إلى الله وحيدا فريدا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما من صغيرة ولا كبيرة إلا محسوبة، يا لك يا عليك. يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. المصيبة الكبرى يا أخوة أن هذه الرسالة وهذا المقطع سيبقى حتى بعد موتك، وأنت في قبرك مدفون، والرسالة موجودة متداولة عند الناس، موجودة في المواقع كلها. تخيل، لا تموت الرسالة في ميزان سيئاتك ترجع إليك، والعكس صحيح، رسالة الخير ومقطع الخير الذي بعثته للناس يحيا معك إلى يوم الدين، وأنت ميت في قبرك. كل من سمع هذا المقطع وتأثر به وتغيرت حاله وعمل أي عمل صالح يرجع إليك وأنت في قبرك، فتتفاجأ يوم القيامة أن عندك جبال من الحسنات وأعمال لا تدري من أين أتت هذه. قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. وقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. لنتخذ قرار يا أخوة يا أخوات أن تنقطع عند تلفوناتنا وعند أجهزتنا الفتنة، لتكن أجهزتنا دروعا وحماية ووقاية
للأمة الإسلامية من الشر، لنكن من أنصار الله، لنكن من أولياء الله. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نشر الدعوة إلى الله من أهم أسباب الثبات على الدين وحسن الخاتمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه هي الخيرية التي ذكرها الله تعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أننا ننشر الخير ونمنع الشر. أننا ننشر الخير ونمنع الشر. والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.